بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم في مادة التطبيقات، وهو أداة الاستهداف أو بنسميه الجول سيك، وهو أحد أهم أدوات الداتا فاليديشن أو تحليل البيانات أو التحقق من صحة البيانات. كل الصفحات اللي قبل لحد ما وصلنا في اللقاء السابق شرحناها في بداية الفصل، بتكلم على التنسيق الشرطي في الصفحات هذه، كيف ممكن أعمل تنسيق بشرط معين اللي هو كنا بنسميه قواعد تمييز الخلايا. كنا بنختار قاعدة جديدة، يعني كمثال كنا بنضيف أو بنغير ألوان الرواتب اللي ما بين مثلا 250 و500، أو بنغير ألوان الموظفين حسب نوع الوظيفة، مثلا المعلم بنديلهم أحمر. كل هذه الشغلات أخذناها في بداية الفصل، تمام. دالة الاستهداف أو الجول سيك يا جماعة من الدوال المهمة جدا في برنامج الإكسل، ومن الدوال اللي بتختصر علينا وقت وجهد كبير في عملية التحقق من صحة البيانات. طيب ايش وظيفة الدالة هذه او ايش مفهوم الدالة هذه؟ احيانا يا جماعة بكون في عندي هدف، بدي اوصل للهدف هذا وبدي اعرف ايش مطلوب مني عشان اوصل لهذا الهدف. طريقة اخرى، طالب معدله مثلا الفصل الاول كان 85، فعامل حسابه انه يجيب الفصل الثاني معدل 90، فقال انا لازم اجيب في المادة الاولى 80، المادة الثانية لازم اجيب فيها مثلا 95، المادة الثالثة اجيب فيها هيك، يعني في كل مادة حط في باله انه يجيب درجة معينة عشان معدله في النهاية يصل قديش، يصل 90. اذا في عنا هدف، الهدف انه الطالب يجيب معدل 90، كويس. طيب لو كان عندي مبلغ، هذا المبلغ انا بدي استقرضه من بنك او بدي استثمره، وبدي اعرف قديش لازم ادفع للبنك كل شهر، كويس. فهذه الطريقة أخذناها سابقا أو مثلا موجودة في الجدول تبع اللي هو دالة الأقساط الشهرية، البي ام تي والبي في والاف في. بس في حال أنه أنا بدي أوصل لهدف، الهدف هذا بيقول لي أنه أنا لازم أدفع في الشهر مثلا 200 شيكل عشان أوصل للي هو قيمة القسط الشهري اللي ممكن أدفع. خلاصة الكلام أنه بدل ما أقعد أجرب في كل مادة قديش لازم الطالب يجيب عشان يصل للهدف تاعه، أو قديش أضلني أجرب قديش لازم أدفع كل شهر عشان أوصل لا اللي هو القيمة المستقرضة من بنك أو القيمة المستثمرة في مشروع ما، قال لي في شيء أو في طريقة سهلة، وهي طريقة الجول سيك أو أداة الاستهداف. نشوف إيش بقولنا في الكتاب عن أداة الاستهداف، وناخد المثال هذا اللي موجود قدامنا نوديه على برنامج إكسل ونحله. طيب بقول لي هل احتجت يوما لمعرفة قيمة ما، القيمة الهدف والمتعلقة بقيمة أخرى، القيمة المتغيرة، يعني مثلا قيمة الهدف اللي هو معدل الطالب والقيمة المتغيرة اللي هو درجات المواد، لكن ليس لديك وقت لتجربة القيم المتغيرة المختلفة للوصول لقيمة الهدف التي تبحث عنها. ما عنديش وقت أقعد أجرب في درجات الطلاب عشان أوصل للقيمة الهدف تاعتي. طيب بقول لي خذ المثال هذا، عنا مبيعات ل 3 دول أو 3 مدن، في معدل خصم ممنوع في الشركة تاعتك، قيمة المعدل أو قيمة الخصم هذا تساوي 7%، تمام. عندنا مدينة دمشق في عندها سيلز بقيمة 125,000، ومدينة دبي 350,000، طبعا الرقم 350,000 الفاصلة بعدها 3 أصفار، النقطة هذه بعدها صفرين، هذول إيش؟ الخانات العشرية، يعني لا يحسبوا مع الرقم. إذا الرقم يقرأ 125,000. طيب بقول لي إنه ال3 دول هدول في عندهم سيلز، في شركات مثلا في المدن هذه وعندهم مبيعات بقيمة 125,000 لمدينة دمشق، 350,000 لمدينة دبي، و250,000 لمدينة القاهرة. توتال سيلز، مجموع المبيعات لل3 مدن هدول يساوي 725,000. طيب ال725,000 صار عليهم ديسكاونت بقيمة 7%، أصبح التوتال ديسكاونت بعد، يعني التوتال سيلز بعد الخصم، أو سوري
الديسكاونت الخصم من المبلغ هذا أصبح قيمته 50,750. تمام؟ طيب النت سيلز بقى اللي هو الباقي بعد الخصم من اللي هو التوتال سيلز، بدنا نطرح هذول من بعض، هيطلع معايا ايش؟ 674,250. تمام؟ طيب بقول لي لنفترض بأنك تريد أن تعرف معدل الخصم المطلوب لتصل صافي مبيعات شركتك إلى 700,000. هان بوقف السؤال أو هان بوقف المثال، بقول لي بدنا نفترض أنه أنت بدك تعرف قديش معدل الخصم المطلوب منك حتى تصل لصافي مبيعات شركتك بعد الخصم ل 700,000. إحنا قديش عندنا صافي مبيعات الشركة؟ 674,250. هذا الكلام هيك كله معطى، تمام؟ ولكن هو بيقول لي النت سيلز صافي المبيعات لما كانت قيمة الضريبة أو الخصم 7% كان بيساوي 674,250. طيب قال لي أنا بدي أوصل لصافي مبيعات لنت سيلز يساوي 700,000، يعني بدل هذا الرقم بدي 700,000. عارفين إحنا لو بدنا نقعد نجرب في قيمة الديسكاونت بدنا نضل نحط مثلا 5, 5.5, 6 كويس، ونيجي نطبق هنلاقي انه التجربة هذه مرهقة وحتاج وقت كبير جدا. بالتالي قال لي في طريقة سهلة وهي طريقة الجول سيك، طريقة الاستهداف. هذه بضغطة زر واحدة بعبي ثلاث بيانات او ثلاث متغيرات، بطلع لي ايش المتغير اللي ممكن يتغير في الخانات او في الخلايا هذه عشان اوصل، او سوري، ايش المتغير اللي ممكن اغيره في الديسكاونت في معدل الخصم حتى اصل لنت سيلز او صافي مبيعات بمقدار 700,000. طيب بقول لي في الصورة التالية تم جمع قيم مبيعات المدن الثلاثة ومن ثم طرح قيمة الخصم منها للحصول على صافي قيمة المبيعات. جمعنا التوتال سيلز للثلاث مدن طلع 725,000. ثم تم طرح قيمة الخصم. قيمة الخصم التوتال ديسكاونت يا جماعة 7%. كيف هذه جابها 7%؟ راح ضرب 725,000 في 7% طلع معاه قديش؟ 50,750. طب نيجي ناخذ المثال هذا على اكسل، تمام؟ في عندي ديسكاونت بقيمة 7%، تمام؟ طيب التوتال ديسكاونت يا جماعة جابه عن طريق اللي هو قال يساوي اللي هو التوتال سيلز مضروب في اللي هو قديش؟ 7%، كويس؟ هيك جاب مين اللي هو التوتال ديسكاونت. يعني نفترض انه الكلام هذا كله مش موجود، نيجي نحل السؤال من اول وجديد. عندي مدينة دمشق باعت 125,000 بضاعة، دبي باعت 350,000، القاهرة باعت 250,000، صار خصم على هذه المبيعات كويس بنسبة 7%. أول شيء التوتال سيلز يا جماعة، التوتال سيلز كيف بنجيبه؟ التوتال سيلز بنجيبه عن طريق اللي هو جمع جميع المبيعات للثلاث مدن. بالتالي التوتال سيلز هيساوي اللي هو مبيعات مدينة دمشق زائد مبيعات مدينة دبي زائد مبيعات مدينة القاهرة وهي انتر، تمام؟ طيب التوتال ديسكاونت ايش حيساوي؟ التوتال ديسكاونت حيساوي اللي هو التوتال سيلز هذا مضروب في قيمة الخصم اللي هي تساوي قديش؟ 7%، تمام؟ طيب ضل عندي النت سيلز. النت سيلز التوتال سيلز مجموع المبيعات 725,000، صار خصم على هذا، قديش حيضل عندي نت سيلز او قديش حيضل عندي صافي المبيعات؟ نفس موضوع اللي هو شخص راتبه مثلا 1700 صار عليه خصم، او قلنا لكم في السؤال انه في خصم عليه بنسبة 10%، تمام؟ هذا الراتب بتاعه صار عليه خصم قيمة 10%، قديش صافي الراتب؟ اول شيء لازم اجيب قيمة الخصم تساوي اللي هو الراتب هذا مضروب في مين؟ في قيمة الخصم، تمام؟ صافي الراتب في الحالة هذه ايش يساوي؟ اللي هو الراتب الرئيسي او الاساسي مطروح منه اللي هو ايش؟ قيمة الخصم، مظبوط ولا لا؟ طيب
نفس الشيء هنعمله بالنسبة نفس الشيء هنعمله بالنسبة للنت سيلز، هيساوي اللي هو التوتال سيلز، خد منه اللي هو مين التوتال ديسكاونت. كويس، طلع معايا 674,250 اللي هو النت سيلز او صافي المبيعات. طيب عارفين ايش السؤال بده، او ايش المفهوم، او ايش الغرض من السؤال؟ الغرض من السؤال بيقول لي انا بدي اوصل لنت سيلز 700,000. كويس، بدي يكون عندي هنا هيك 700,000. تمام، قال لي قديش القيمة تاعت الديسكاونت لازم تكون عشان اوصل لهذا الحل او هذا الصافي من المبيعات. لو انا بدي اضل اجرب مثلا، اجي اقول بدل 7% مثلا نقول 5%، او لا بدنا نزود مثلا 7% واقول له انتر. تمام، لا هي كانت 7%، 8% ونقول له انتر، صار 667. طب نقول له 9%، صار 609. طب انا بدي اضلني اجرب؟ لا، قال الحل الانسب والامثل انه انت تستخدم داله اسمها داله الجول سي. تعالوا نشوف كيف بدنا نستخدم هذه الداله. قال لي يوجد 3 طرق للوصول الى قيمه معدل الخصم المطلوب لتحصل شركتك على صافي مبيعات بقيمه 700,000. اول شغله بان تحاول بالتجربه، وهذا اصعبها واطولها، ضلك تجرب، أو أن تحاول كتابة معادلة، أو أن تحاول كتابة معادلة ما لتعطيك النتيجة، وهذا أمر قد يكون أقصر من الخيار الأول لكنه ليس أسرع طريق حتما. لسه بدك تفكر في المعادلة اللي بدك تكتبها عشان توصل لنت سيلز بقيمة 700,000، أو أن تستخدم دالة الاستهداف الجول سيك من إكسل، وهي أسرع الطرق وأقصرها. طيب تعالوا نشوف فيها. هنا السطرين بيقول تعد أداة الاستهداف الجول سيك من أدوات تحليل البيانات الداتا فاليديشن أو الداتا أناليسيس سوري في إكسل، وهي تقوم بحساب قيمة الهدف. الهدف قديش عندنا في السؤال؟ 700 لديك، بناء على تغيير قيمة وحيدة أخرى مرتبطة بها بمعادلة أو صيغة ما. يعني حوصل ل 700,000 في النت سيلز بناء على تغيير قيمة واحدة من القيم المتغيرة المعطاة معانا في الجدول. طيب نلاحظ من وصفنا السابق مجموعة نقاط كالتالي. أول شيء هروح على الداتا أناليسيز واختار تحليل ماذا إذا، هختار الاستهداف أو بالإنجليش بتكون مكتوبة الجول سي. طيب تعالوا نتبع الخطوات عشان نحل هذا السؤال. بقول لي تتبع الخطوات التالية لاستخدام أداة الاستهداف الجول سي. قال لي أول شيء بتحدد الخلية الهدف، طبعا بعد ما تستدعي اللي هو دالة مين؟ دالة الجول سي، يعني هتيجي على برنامج الاكسل. طيب انا هكون موجود في الصفحة الرئيسية، هروح على البيانات واختار اللي هو داتا اناليسز او ادوات البيانات، وهختار هذه النافذة تحليل ماذا اذا، اختار منها الاستهداف او الجول سي. تمام، طبعا لك ركزوا معي يا جماعة، انا ما حددتش اي خلية. نرجع تاني، انا هذا الكلام سيبكم منه، احنا بدنا نوصل القيمه هذه لقديش؟ ل 700,000. انا ما حددتش اي خليه مباشره، اعتبروني واقف في احدى الخلايا. تمام، هروح على الصفحه، هروح على اللي هو بيانات، واختار من بيانات اللي هو تحليل ماذا اذا استهداف. تمام، هيطلع لي نافذه، ركزوا معي، هيطلع لي نافذه. طيب بيقول لي اول شيء، طبعا طلع لي اللي هو عنوان النافذه الاستهداف، تعيين الخلية، وين هي خلية الهدف المطلوبة، مين هي الخلية اللي بدك توصلها للهدف تاعك اللي هو 700,000. بدي أوصل اللي هو الخلية هذه النت سيلز، بدي إياه يكون قديش؟ 700,000. طيب هذه الخلية اللي انت حددتها بدك توصلها لأي قيمة؟ بدي أوصلها لقيمة 700,000. تمام، طيب بتغيير الخلية، مين الخلية اللي بدك تغيرها عشان توصل لقيمة 700,000؟ ممكن انت تغير اي قيمة من القيم، بس احنا دايما بدنا نعتمد على مين؟ على الديسكاونت، او في السؤال في المثال اللي موجود عندي بدي اعتمد على الديسكاونت او على قيمة الخصم عشان احصل على قيمة 700,000.
تمام، انا بدي اغير في معدل الخصم او في قيمه الخصم. تمام، اذا بتغيير الخليه 7% اصبح ترجمه العباره او الجدول اللي موجود عندي كالتالي. غير لي هيك تقرا، غير الخليه، غير الخليه F18، غير الخلية F18 إلى القيمة 700,000 باستخدام الخلية D13. اتفقنا؟ كمان مرة، غير الخلية F18 إلى القيمة 700,000 باستخدام الخلية مين؟ D13. وقول له موافق. بس قبل ما نقول موافق يا جماعة، هل ممكن أستخدم الجول سيك للنصوص ولا فقط للأرقام؟ دالة الاستهداف أو الجول سيك فقط تستخدم للأرقام. كويس؟ هاي موافق. كويس؟ قال لي القيمة المستهدفة قديش؟ 700,000. القيمة الحالية قديش تساوي؟ برضو 700,000. قلنا هذه، لاحظوا في فارق، عندي فاصلة وعندي نقطة، هذول لا يحسبوا، هذه فاصلة 20، هذه فاصلة للأصفار وهذه النقطة اللي هو المنازل العشرية. طيب نقول له إيش؟ موافق. لاحظوا معي يا جماعة، قال لي قيمة الخصم أو الديسكاونت المطلوب عشان توصل اللي هو النت سيل 700,000 لازم تكون 3%. طب احنا توي كنا بنعدل في قيمة الخصم، مرة بنخليها 7%، مرة 8%، والواحد حيتوه هو ايش؟ هو بغير في قيمة الديسكاونت عشان يوصل للنت سيل 700,000. بالتالي دالة الاستهداف أو الجول سيك، شفتوا قديش هي دالة مهمة وأسرع وأسهل طريق للوصول للهدف. كيف ليش ممكن نستخدم الدالة هذه؟ قلت لكم مثلا ممكن يكون في عندنا طالب، اعتبروا بدل دمشق ودبي والكاريو أو القاهرة، إنه بده يكون في عندي درجات طالب معين. كويس، درجات معينة لطالب، وفي عندي توتال مارك للدرجات هذه، وصار في عنده صار في خصم للدرجات او صار في بونص للدرجات، فبدنا نعرف قديش مجموع الدرجات. فقال الطالب انا بدي اوصل لمجموع درجات بمقدار معين، سيبوكم من موضوع الخصم والديسكاونت. قال لي انا بدي اصل لمجموع درجات، فرضا انه التوتال مارك في النهايه كان او النت مارك في النهايه، نت ماركس كان في النهايه مثلا 420 درجة. فالطالب قال لا أنا بدي أوصل ل 450 درجة. فبدنا نعرف وين ال 30 درجة هذول بدنا نضيفهم، نستدعي دالة مين؟ الجول سي. اتفقنا؟ هذا بالنسبة لدالة الجول سي، دالة مهمة جدا في برنامج الإكسل. هيك بنكون انتهينا من هاي الجواب. طلعوا قديش؟ هاي الديسكاونت، شايفين؟ الديسكاونت طلعها قديش؟ 3%، حتى يوصل ل التارجت فاليو او القيمة الهدف اللي هي 700,000. تمام؟ طيب هيك بنكون انتهينا يا جماعة من شرح كافة المطلوب منا في الوحدة الاولى والتانية، وحلينا معظم الاسئلة في برنامج في الوحدة الثالثة في برنامج الاكسل. هنوقف ان شاء الله لهان في هذه المحاضرة. بتمنى تكونوا استفدتوا منها، وبتمنى تعيدوا المحاضرة هذه أكثر من مرة وتركزوا عليها، وبتمنى لكم التوفيق ويعطيكم ألف عافية.